ياخذ اكثر وقت ممكن بكل ذكاء ويمشي الوقت لين ما يشوف الحكم رافع ايده راح يصوب. بالفعل الحكم رفع ايده الان، الحين راح يصوب. شوف شوف خط، اوه خط، برافو، سريعه لمصلحه نادي السد. عد مصطفى كراد، يلا يا مصطفى مرر مرر، ما نبغي الفاول، مرر واقل من دقيقه. شوف هذه الكره الاخيره، وهنا مصطفى اكراد حاول يمررها لكن دفاع كان من اللاعب الالماني بكل ذكاء، عمل فاول. وخمسين ثانيه تقريبا، الكره عند نادي السد وسام نوار، والفارق هدفين 30-28 لمصلحه هامبورغ. مسعود بركوس، سلف الدين، مره اخرى مسعود، مصطفى اكراد، سلف الدين، مصطفى، حاول ندخل الاطراف او الدائره، برافو، حلوه وسام نوار، يا عيني عليك، حلوه، هدف جميل على مستوى الدائره لوسام نوار بجمله تكتيكيه من مصطفى اكراد، وضعها لب جميل من فوق الحارس العملاق بيتر ويقلص الفارق الى هدف. 20 ثانيه والكره عند هامبورغ، فرق هدف لهامبورغ، ممكن، ليش لا؟ والله ممكن نخطفها ونتعادل، يلا نتمنى. شوف 10 ثواني ويوقف الحكم الوقت، 11 ثانية بالضبط والكرة لمصلحة هامبورغ. هم أذكياء طبعا، يحاولون يمشون الثواني يعني لين ما يرفع الحكم إيده بإشارة الوقت السلبي، بعدها يصوبون، ما يتسرعون في الهجمة بالأصح. راح نشوف 11 ثانية ويجب الحكم الآن يرفع إيده، الآن الحكم لازم يرفع إيده، خلينا نشوف. والله ما رفع ايده، وخمس ثواني، خلاص اربع، ثلاث ثواني، اعتقد خلاص بكل ذكاء انهاها. 20 ثانيه تبقى الكره عندك يا هامبورغ، والحكام ما يرفعون ايدهم، يعني الحكام جاملوا اليوم هامبورغ في اكثر من مناسبه، بعد شفناهم مع النجم الساحلي، الحكام الصرب، النجم الساحلي وبرشلونه، كان في نوع من المجامله لبرشلونه، لا نتمنى ذلك طبعا. عموما خلاص نبارك لهامبورغ الألماني، ونبارك أيضا للسد القطري هذا الأداء المشرف حقيقة لكرة اليد القطرية، وخروجهم بهذه النتيجة بفارق هدف أمام كان الحمل كبير على الشوط الأول على مصطفى كراد، وسجل 7 أهداف أو 8 أهداف. كان من المفروض احنا على اساس انه تحمل المسؤوليه، لاحظنا ان سلف الدين اخذ المسؤوليه، سلف الدين لاعب منتخب الشباب، صحيح، لاعب صغير على مستوى الدائره سجل هدفين متتاليين، المدرب غير لاعب سلف الدين في الخط الخلفي بدل مسعود، ايضا اخذ المسؤوليه وسجل 2 أو 3 أهداف مخرج 9 متر. هذا المكتسب الحقيقي لنادي السد انه يشارك اللاعبين الشباب. لاحظنا ايضا فيصل الكواري لاعب صغير السن انه يلعب في جهه الجناح بدل محمد وليد ويحرز هدف، فاعتقد المكتسب كان جدا ممتاز حق نادي السد. في الضياع مثل ضياع ضربتين الجزاء لعبد الله، ايضا عبد الله لاعب جيد ولاعب ممتاز، لكن ايضا حراسه من اهم هامبورغ، حراسة كبيرة جدا، لاعبين كبار على مستوى عالي ولاعبين في بطولات عالمية كثيرة، فأنا أعتقد أيضا هذا يستفيد منها حتى في ضياع ضربة الجزاء، يستفيد منها خبرة كيف أنا سجل أكثر من ضربة وأضاع أكثر من ضربة. جوهر تكلمني شوي عن هامبورغ الألماني، هامبورغ الألماني فريق كبير بطل أوروبا، ولكن يعني هل هو تعبان، جايين مرهقين فعلا مثل ما قال المدرب فريقهم، يعني ان جاي الفريق مرهق من البوندسليغا ومشاركه في البوندسليغا الالمانيه الى بطوله العالم، السفر، الرحله، عدم الراحه، هذا الشيء ينطبق عليه؟ ممكن نلتمس ليهم العذر بالشكل اللي ظهروا بيهم. اي نعم في مكسب لغايه دلوقتي، هم اول يعتبر هيبقوا اول مجموعه، هو فعلا اول خلاص مجموعه، خلاص هو اول مجموعه، هو خمس نقاط، واللي بعد كده الجيش هيكسب، اذا هيكسب ان شاء الله هيكسب هيبقى 4 نقاط، فالموضوع محسوم. ولكن المشكله الاكبر في بالنسبه لنادي هامبورغ النهارده اللي هو اداؤه كان سيء جدا، اداؤه كان فيه فتور الى حد كبير على مستوى الدفاع على المستوى الهجومي. هامبورغ اي فريق اوروبي متعود على المباريات الكبيره جدا وعدد ايام قليله، فبالتالي موضوع الضغط واللياقه البدنيه دي المفروض ما فيش مشكله. الحاجه الوحيده بس يلتمس فيها العذر هو السفر، طياره،
المفروض خلاص احنا بقاله في الدوحه اربع خمس ايام لعب مباراتين ثلاثه، عنده دكه بدلاء جيده جدا، وبين حتى في كلام زميلنا خالد قحطاني مع عبد الله الكربي ان هما مشكله السد القطري ان هما عندهم 10 لعيبه فقط جاهزين، الباقي كلهم شباب ما عندهمش نفس خبره الكبار عكس نادي هامبورغ النهارده. هامبورغ هي كان اداء سيء جدا، عنده الامكانيات اللي هو يؤدي اكتر من كده ايوه، ولكن اعتقد ان لو اتكلمنا على وجهه النظر بصفه عامه على الناحيه النظريه بالنسبه لبطل البطوله او النسخه الحاليه، اعتقد ممكن يكون برشلونه هو اللي رايح عليه اكثر يعني. طيب الان يعني على المستوى اللي جالس يقدمه فريق نادي هامبورغ الالماني، والمستوى اعتقد انه ضعيف نوعا ما في هذه البطوله، تعادل مع الجيش ليس تقليلا في لاعبين الجيش، وفوز على السد بفارق هدف ليس تقليلا من لاعبين السد، ولكن الان سيقابل فريق نادي النجم الساحلي في المباراه نصف النهائيه، راح يطمع النجم الساحلي فيه؟ هل هو جالس يدرس او جالس يشتغل على هذا الشيء عبد الله، انه يبغى يطمع فعلا فريق النجم الساحلي فيه ويعمل له كمين، ولا بنشوف فعلا فريق هامبورغ هو هذا مستواه وما راح يعني يتغير؟ لا جمال بالتاكيد، شوف انا برجع لك بعد كان المعلومه هذه قبل، ان احنا السنه الماضيه كانت الترشيحات لمن؟ ترشيحات لكيل كيل نعم كان مستوى